قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة خاوتي كونتر ابناء فرنسا وجماعة مدنية ماشي عسكرية. قبل مشاهدة الفيديو ما تنساوش كامل تهبطوا وديروا لايك للفيديو، وصلوه 4000 لايك في اقل وقت ممكن. ايضا خليه تعليق ورد على ابناء فرنسا حول هذا الامر. فهذا الفيديو راح نحكيه يا خوتي على صفعة جديدة توجهها الجزائر الى الخانز ماكرون. ماكرون بعد التعدي على الجزائر الان راه يتمنى يا خوتي لو يعود به الزمن ما يقولش تلك التصريحات وما يتكلمش على تلك القضية، لان المساس بتاريخ الجزائر خط احمر بالنسبة للدولة الجزائرية. مباشرة بعد التصريحات الاخيرة للخانز ماكرون، الدولة الجزائرية تعلن عن اتفاقيات شراكة اقتصادية كبيرة خاصة مع الدولة الإيطالية. كما على بالكم الرئيس الإيطالي راح يزور الجزائر في أقرب وقت، في 6 نوفمبر سيحل إلى الجزائر في زيارة ستكون لأول مرة منذ 18 سنة. قضية اليوم يا خوتي أن فرنسا أهينت اليوم، أهينت، أهانها العمامرة وأهانتها الدولة الجزائرية، حيث جاء في الخبر طيش ماكرون يخلط أوراق فرنسا في إفريقيا. أخلطت الأزمة التي افتعلها رئيس الفرنسي الخانز ماكرون مع الجزائر حسابات باريس في تعاطيها مع بلدان القارة الإفريقية، وبات نفوذ ومصالح المستعمرة السابقة في هذه القارة مهددا بسبب التصرفات المراهقة لرئيس الخانز ماكرون. ومن غرائب الصدف أن تستدعي مالي سفير فرنسا لديها احتجاجا على تصريحات لرئيس الخرنسي وصفت بالغير ودية والمهينة ضد مؤسسات دولة مالي في وقت كان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لعمامرة في زيارة رسمية إلى باماكو. ومن مالي قال العمامرة إنه يرغب في تذكير من يريد أن يسمعنا بأن إفريقيا مهد للإنسانية، أن يسمعنا بأن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال. مباشرة بعد هذه الزيارة للعمامرة قام وتوجه نحو إيطاليا، أين سيشارك يومي 7 و8 أكتوبر الجاري في أشغال الطبعة الثالثة للاجتماع الوزاري إيطاليا إفريقيا، والذي خصص لطرح معالجة التحديات الطاقوية والمناخية التي تواجهها إفريقيا. وفي نفس الوقت يا خوتي هذا الاجتماع يحضره وزراء خارجية الدول الإفريقية إلى جانب مسؤولين سامين وخبراء من مؤسسات دولية وجهوية حكومية وغير حكومية. الغريب في الأمر يا خوتي أن قمة إيطاليا إفريقيا في روما تتزامن مع قمة فرنسا إفريقيا التي تحتضنها مدينة مونبيلي الجمعة 8 أكتوبر، يغيب عنها لأول مرة في التاريخ يا خوتي بسبب خرجة الجزائر، أعيدها بسبب الخرجة تاع الجزائر. رؤساء دول إفريقيا وفق ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس، وينوب عنهم رواد أعمال وفنانين ورياضيين شباب لمحاولة إعادة التأسيس لعلاقاتها مع إفريقيا، في قرار أرجعه البعض إلى الأزمة التي تمروا بها الجزائر ومالي من جهة وفرنسا من جهة أخرى، يقول المصدر ذاته. وقالت الوكالة إنها المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد رؤساء الدول الإفريقية من هذه القمة منذ عام 1973 بسبب الأزمة بين باريس وعدد من مستعمراتها السابقة. وقال المفكر الكاميروني أشيل مبيبي المكلف بتنظيم القمة إن فرنسا منفصلة جدا عن واقع الحركات الجديدة والتجارب السياسية والثقافية في إفريقيا. كما راكم تشوفوا يا إخوتي الكرام، هذا أكبر رد على من يقول بلي الجزائر ما دارت والو لفرنسا بتلك القرارات الشجاعة تاعها. قلت لكم الجزائر قدمت دفعة لهذه الدول من أجل القضاء وإنهاء الاستعمار الإفريقي من قبل الدولة الخانزة فرنسا. أقولها وأعيدها، نعم الدولة الخانزة. لما عجبوش الحال كاين بزاف حيوط يا أخي، اخبط راسك على الحيط. نحن هنا لا نمجد فرنسا ولا نمجد أبناء فرنسا. ليأتي واحد يا إخوتي الكرام من جماعة مدنية ماشي عسكرية يقول لك الجزائر دولة ضعيفة، وضحك على تصريحات رئيس تبون كي قال أن الجزائر قوة ضاربة عالميا ليس في إفريقيا فقط وإنما للجزائر موازينها. فبعد الأزمة مباشرة مع فرنسا كل الدول الإفريقية ما حضرتش الاجتماع،
اللي دارته الخانزة فرنسا مع الدول الإفريقية. ونزيد نقولها لكم لأول مرة في التاريخ صرات هذه الحاجة منذ تأسيس هذا الاجتماع لديروه سنويا. بعثوا لهم فنانين وبعثوا لهم شطاحين كما المستوى تاعكم يا الخانزين، هذا وش تستاهلوا يا فرنسا؟ الإهانة ثم الإهانة فقط. قلت لكم شبعكم العمامرة كفوف والدولة الجزائرية ككل. جزائر اليوم ماهيش كيما تاع العصابة وقت العصابة. إما نقولوا لك يا فرنسا المرة الجاية كي جيت تكلمي في الجزائر ديري ألف حساب وحساب، لأنه كاين 48 مليون جزائري ضدك. ما نحكيوش على واحد الألف ولا الفين هكذاك بنادم من جماعتك اللي مازالوا يحبوك، هذوك ما نحكيوش عليهم، وإنما نحكي على الجزائري الأصيل. عباك الجزائري الأصيل يا الخيرنسي يلي تقول أنه الجيش الجزائري ولا الدولة الجزائرية هي اللي عمرت الجزائريين على فرنسا وخلتهم يكرهوا فرنسا. نقولها الكمالة ان الجزائري الاصيل يخرج من كرش امه يخرج يكره فرنسا. هذه مليح ديرها مليح، هذه ديرها مليح فراسك، سجلها مليح، ان كل جيل يخرج من الجزائر يخرج كاره لفرنسا، الا البعض اللي تحاول الهجرة لهذا البلد من اجل الفشل والفشل. ما تقولي لا نجاح لهم يحزنون، كامل رانا نعرفوكم. دولة هذه راهي تعاني راهي تعاني راهي حاكمتها ازمة اقتصادية كبيرة. يجيني واحد يقول لي من ابناء فرنسا يقول لي فرنسا وفرنسا ويفوخ بيها ويزوخ بيها، ما كاين فرنسا ما والو. اليوم الجزائر ستحكم باحكامها هنا في افريقيا، سنسجل يا خوتي نهاية النفوذ الفرنسي في افريقيا. فبعد قطع المجال الجوي عن الطائرات العسكرية الفرنسية هناك تصعيدات قادمة اخرى فيما يخص هذه الخانزة، الدولة التي يقودها انسان خانز كيفو. على بالكم عليها نقولهم خانزين، لانه لو تدرسون التاريخ يا خوتي تجدون انهم ما كانوش يستحموا ابدا ما يعوموش. هذو الناس ما تعومش، تكلمت في الجزائر بسوء، ما همش نظاف. لذلك خرج اختراع تاع روائح منين؟ من باريس. عرفتوا الان تاريخ تاعهم، تاريخ زبالة تاعهم. لذلك نقولوا لهذا الخانز ابقى عاقل وما تخلطش فينا مرة اخرى كما يقولوا الجزائري راسه واللي خلط فيه باصة. هذه هي يا خوتي. ما تنساوش كامل شاركونا اراءكم في التعليقات حول هذه القضية، ردوا على كل ابناء فرنسا وعلى الناس اللي تجي تهين الجزائر وتتكلم في الجزائر في التعليقات بثقيل وثقيل جدا. تحية الجزائر، تحية الجيش الوطني الشعبي دائما وابدا، والسلام عليكم اخوتي الكرام. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.